طيب حنشوف بليز دكتور صور آية. الصور اللي صورناها لآية هلا مثل ما شايفين هون، هلا في هاي صورة البروفايل. إذا نطلع على الوجه بدون الدقن هون بنطلع نشوف إنه الحدبي شوي عالي، فممكن هون ننزل الحدبي هيك شوي. ومثل ما ملاحظين مقدمة الأنف هون عاملة انحناء، بتوقع أجمل إذا عملناها بهالشكل هذا. هلا المهم يكون الأنف طبيعي متناسب مع الوجه. هون بنعمل شوي ريليز لأني كأن الشفة عندها كتير مشدودة. هيدا ريليز اللي حتعمله شو بيعمل دكتور للشفة؟ يعني برخي الشفة، ما بتضل مشدودة مثل ما مبين عندك مشدودة لفوق. أنت آية بالنسبة لك ممكن تشوفي تعطيني أي ملاحظات إذا بدك مشان أعدي لحتى أفهم أنت إيش رغباتك وأنا ممكن أحقق لك إياها أو لا. اكيد انا اكثر حاجه فعلا اللي حضرتك قلت من قدام دي بتضايقني، ومن حجم الانف من الجناب هي دي. هلا من ناحيه البروفايل انت موافقه عليه هيك؟ ما عنديش مشكله كشكل. اوكي هلا ناخذ اللقطه الثانيه اللي هي من تحت الانف، فاللي رح نسويه هون مثل ما ملاحظين الجزء السفلي من الانف كثير كبير، وملاحظه هون انحراف الحاجز الانفي حتى بالصوره مبين. هذا اللي له علاقه بالنفس رح نصلحه بنفس الوقت. هلا الذروه تبع الانف هون منصغرها لاقصى ما يمكن بحيث تتناسب مع ظهر الانف كمان. بعدها هون الحاجز الانفي رح اصلحه، هالمنطقه الطالعه رح ندخلها لجوا. بعدها بنشوف الفوهات نفسهم ليتناسقوا مع الشكل الجديد للانف بعد ما صغير. فعلا بدهم تصغير الفوهات. طلعي هلا اذا حطيت لك هالصوره بتشوفي الفرق بين التنتين. كويس. هلا عندك مشكله صغيره، هي عندك عدم تناظر بين نصفي الوجه. مثل ما ملاحظه ارتكاز الفوهات من تحت مختلف. هذا طبعا بنحاول قدر الامكان نسويه متناظر، بس عاده له علاقه بالوجه اكثر ما يكون له علاقه بالانف. لحظه. هلا اذا قدرت اعطيك فكره مثلا هون تشوفي الفرق مشان لاحظتي؟ فرق. هلا الانف هيك ممكن نسويه بهالشكل، فانت بتعطينا رايك هيك اذا موافقه عليه. شو رايك يا ايه؟ انا لقيته كثير حلو. اذا في اي شيء ملاحظات ممكن نعدلها. لا بالعكس حاسه اختلف خالص تماما في وشي يعني. نفس الشيء بالنسبه للصوره الاماميه، ملاحظه عدم التناظر الموجود بالانف وعندنا الذروه كبيره. هون هاي مصغرها بحيث تتناسق مع الانف من فوق ومع الوجه بشكل عام، لان في مقاييس للوجه الانف ما لازم. لاحظي مجرد صغرت الذروه شوي تغير المنظر. بعدها بنصغر هدول الفوهات بحيث يعطي الشكل كثير حلو. آية وحسيت عطيك يعني عمر أصغر. أنف طبيعي ما نو أنف جراحي. يعني كثير أنا مهم عندي إنه ما يكون الأنف جراحي. ما يلي يشوفك يقولها عاملة أنفة. لا أنف طبيعي، لا متلائم مع الوجه. إذا ردنا نشوف الفرق شايفي؟ أوكي بالنسبة لي هيك حلوة أوي. الوش اختلف تماما شكله. هذا اللي رح نسويه. بين خدودك أعرض آية وبين وجهك له أصغر، المساحة صارت أجمل. رح نسوي الوظيفة، رح تتنفسي أحسن بعد العملية لأني عندك انسداد، ورح نسوي الشكل بنفس الوقت إن شاء الله. أكيد. طيب دكتور قد إيه مدة العملية؟ تقريبا ما دام رح نعمل الحجز الأنفي والتجميل رح تكون ساعة ونص لساعتين إلا ربع. أوكي دكتور أنت جاهز وآية جهزت وعملت فحوصات الدم، وطبعا شفنا الفاينل ريزلت، فبننطلق على غرفة العمليات؟ ان شاء الله هلا رح نطلع غرفة العمليات وان شاء الله يطلع الانف مثل ما شفتيه وأحلى. اكيد دكتور شكرا كثير. شكرا دكتور. اهلين.